الرصيف للشهرة، قصة ملك غير كل الملوك اللي بنعرفها. لأن الخبرة بتكرم صاحبها، استحق هاللقب بخبرته اللي تجاوز عمره عشرات السنين وقصدوه الناس على عربيته اللي بيشتغل عليها من أكثر من 40 سنة بمكان ثابت ما تغير. تعرفوا معنا على الملك عز المنوفي، ملك الكبدة المصري. والله لازم تجربوه، بجد تحفة. افتتح الحاج عز المنوفي عربية الكبدة بشارع إيران بحي الدقي بالقاهرة ب 6 أكتوبر بالسبعينات، بعد خبرة كبيرة بعالم الطبخ داخل وخارج مصر. نجاح الحاج عز كان كبير لدرجة صار المنوفي وبفترة قصيرة من أشهر وأقوى صانعي الكبدة بالقاهرة. مستوية جداً، طعمها حلو جداً، والعيش حلو قوي. بمنتصف التسعينات توفى الحاج عز واستلم ابنه الشيخ أيمن أمانة الكبدة المصري، وكمل مسيرة بيه بنفس العربية ونفس المكان. طعم زي ما هو، حتى ما حدش بيحاول يخترع أي حاجة زيادة ولا الكلام ده. طعم دوت من 40 سنة. ومع مرور السنين طور الشيخ أيمن عربية عز المنوفي ونقلها من الصاج للستينلس والإزاز، وغير معه وصف الطبق الكبدة، الوصف اللي جذبت الكبار والصغار واللي ضل سره محجوب لسنين عن الجميع وبعده مخفي لليوم. وخصوصاً أنه الشيخ أيمن بيضيف خلطة سرية على الكبدة وبيرفض يكشف عنا لحدا مين مكان، رغم أنه حاول كتير أشخاص وإعلاميين يسألوه عنا، لكنه كان يرفض يبوح بمكوناتها وكان يتهرب من الإجابة بلياقة وأخلاق. والله السر عند ربنا سبحانه وتعالى، ربنا هو الذي حل، بس ما في حد حل حاجة ولا نعرف نعمل حاجة. ومن المعلوم أنه الكبدة أكل منتشرة كتير بمصر وتعتبر من أشهر وأرخص أكلات الشارع. لكن أنا ما أقدرش أسيب الشارع، بحب الشارع جو كده، تعودت 6 سنين يا فندم. 6 سنين؟ من وقت 6 سنين؟ ومع انه عربية عز المنوفي تعرضت للتكسير وللإزالة بحجة قطع الطريق وإزعاج الناس كونها موجودة على الرصيف، بقيت واستمرت ليومنا بفضل خلطتها العجيبة السرية ومحبة الناس. أنا متأكد إن عز المنوفي لو دخل مع منافسة أي حد هيكسب. ورغم زيادة المنافسة بين عربيات الكبدة بمصر، بقيت عربية عز المنوفي من أشهر عربيات الكبدة بالقاهرة وتحولت لمقصد ونقطة جذب للسواح. كانت عربية عز المنوفي قصة فرح.